يستأذن مخرجنا مقادير عجينة البان كيك على الشاشة بتفاصيلها الصغيرة. تعالوا نعملها مع بعض. عجينة البان كيك على الشاشة. عينيا. ايه هي العجينة يا عم الشيف؟ هو ده الكلام. واحنا مع بعض اهوت واحدة واحدة. طبعا اشتغلنا بالجلافز ده، فيه توم بلاشه، فيه بصل بلاشه، في اثار الاكل بلاشه، طالما هنشتغل في حلو ده الطبيعي اتعلمي كده. بتقطعي بطيخ، بتقطعي شمام، بتقطعي اناناس، بتقطعي فروت سلطات لاولادك، فواكه، مفيش اي ثواني معدوده. وتعالوا مع بعض نعمل العجينه ونسيبها تتخمر شويه قبل ما نطلع الفاصل بتاعنا. يا نعم عينيا اهو زي الفل. ده مهم جدا لطريقه عمل عجينه البان كيك، فن تفاصيل وحاجات من الحاجات اللطيفة اللي بنشوفها بعض الفنادق وتبقى لطيفة وجميلة. في تركية مع المغازة عايزين نتعلمها النهاردة، ازاي اعمل العجينة وتنجح معايا. واحنا واقفين مع بعض كده سريعا في المقادير بيضة. حلو قوي. بنحط على البيضة دي يا عم الشيف معلقتين سكر، واخفق البيضه بشويه السكر، بحط على البيضه وشويه السكر شويه فانيليا. من ناحيه اشيل الزفاره بتاعه البيض، ومن ناحيه كمان يبقى ريحه العجينه بتاعه البان كيك لما تنزل على الطاسه كده طعم الفانيليا بيبقى حكايه. طعم الفانيليا لما بينزل في طاسه وانا بعمل عجينه البان كيك غير لما بتبقى جوه الكيك. شفت البيضه الصغيره دي؟ تمام، هو دي البداية. ننزل بالحليب كله. ننزل بالدقيق. وشوية البيكنج باودر. ونقلب كل دول مع بعض. الله. شفت القوام ده كده؟ القوام ده تقيل. القوام ده رايح على كيكه. حلو؟ انا عايز اعمل عجينه بان كيك، حتى الكلمه جايه مركبه. شفتي؟ لازم القوام ده يتخفي بايه؟ بحليب. ده الطبيعي. بس خلاص. ونقلب كل دول مع بعض ونسيبهم على جنب. مخرجنا الجميل يطلعني فاصل. قبل ما اشتغل فيها بضيف معلقتين زبده سايحين. او معلقتين زيت، بس هي الزبده افضل طبعا. دي مقادير البان كيك. هقولها تاني لحضراتكم، ويا ريت مخرجنا الجميل استاذنك نطلع بقى على الشاشه عشان كتير على السوشيال ميديا بيسالوا عليها. بيضه كوبين من الدقيق اهو، بيكنج باودر معلقه صغيره من الفانيليا، معلقتين سكر، رشه ملح هايت، وخلص الكلام. والعجينه تبقى بالقوام اللي احنا هنشوفه مع بعض دلوقتي، والمقادير على الشاشه. حاضر عينيا، هوريك القوام بقى عشان نطلع فاصل. عينيا. الخفق جيدا قبل تركها 10 دقائق قبل الاستخدام او قبل الطهي. نشوف اللي ايه العجينه ومقاديرها والقوام بتاعها. بسم الله الرحمن الرحيم. هو ده. شفت العجينه دي؟ لا هي كريمه لباني ولا هي لبن رايب. القوام سميك. هقول لك على حاجه حلوه كمان وانت معايا كده بسرعه. عايزه تعرفي ان العجينه خدت مقاديرها مظبوطه ولا لا، وعايزه تعرفي ان شغلك تمام ولا لا، واتخفقت مظبوطه ولا لا، هتجيبي مغرفه زي دي كده وتحط عليها من المقادير دي كده وسيبيها شويه. ما ينفعش، لازم اجيب معلقه ثانيه. شفت الجو ده كده؟ هو ده. دي علامه انك انت مقاديرك مظبوطه، ان هي يبقى الكفر بتاعك بنفس اللون ده كده. حلو الكلام؟ ايه الكلام الحلو ده؟ العب يا سمك. هناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل نرجع تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد مع المغازي. اوعى تروحوا بعيد. انا حبيت ابشر التفاح بعد ما اخلص مقادير العجينه بتاعتي، لان التفاح غني بالاكسده ممكن يسود مني. بس انا اقول لك على تركايه دلوقتي. انت بشرت التفاح على ما تجهزي الطاسه بتاعتك وتقدري انك انت تستخدميه في عجينه البان كيك، ممكن وارد يسود منك. ده الطبيعي.
وانا بحب الصراحه التفاح يتبشر بالقشره بتاعته، يبان الاخضر من الاحمر بالشكل ده كده، والقشره بتاعت التفاح غنيه بالالياف والقشره بتاعته مفيده جدا. دي كميه التفاح اللي انا هستخدمها. والله ما يفرقش اخضر زي الاحمر، الاثنين واحد، بس اذا فيك الاخضر يبقى حلو. يعني الاخضر افضل بكتير من الاحمر. الاحمر دايما مع الفروت سلطات حلو قوي، اما استخدامه في الطبخ مش زي الاخضر. بنقلب معاه معلقه دقيق. الله عليك، انسى ان هو يسود مع عصره ليمون. حاضر يا غالي. ايه رايك تبص على البيتزايه الحلوه دي كده وتصلي على حبيب قلبك يطيب؟ شفت البيتزايه؟ شفت البيكن باودر ما عامل فيها عمايل ازاي؟ الله عليك، عصره ليمون حلوه. ايه الجمال؟ ايه الحلاوه دي؟ معلقه دقيق، عصره ليمون على التفاح. انسى بقى السواد بتاع التفاح، وانسى الاكسده بتاعته والشكل اللي الاولاد مش بيحبوه ده، وانا شخصيا مش بحبه، لا الموز يسود ولا التفاح يسود. ده التفاح، عصرة ليمون ومعلقة دقيق. دي التركاية، لسه ما خلصتش. بنحط هنا على المقادير بتاعتنا، اتفقنا مع بعض، شوية زبدة حطيته مع التفاح. المفروض احطهم على العجينه، بس والله دي التركيه جت وقت اللحظه، هي كده ربنا سبحانه وتعالى يعني كريم. الخبره بتيجي منين؟ الرؤيه، الرؤيه اللي بتكلم عنها. دي زبده حطيتها على التفاح. الله عليك يا شيف. حد يقول لي بقى ليه عملت كده؟ للامانه هي ما كانش على البال خالص ان انا اعمل كده. كان المفروض ان انا احط الزبده على العجينه. انا عارف، والمخرج راح على العجينه، بس ليه الشيف غير مساره؟ حد بقى يقول لي بقى من الفلاسفة. هو ده الكلام. الزبدة شديدة الحرارة، سخنت جامد. لو انا حطيتها على العجينة، العجينة فيها بيض، تكنيك عالي بقى، وفي مصداقية هنا. إضافة الزبدة وهي سخنة على مقدار زي ده كده وفي بيض، ده هيضر بين العجينة. حلو الكلام؟ هيقلل تفاعلها. فأنا عملت إيه؟ خدت الزبدة ونزلت بيها يا عم الشيف على التفاح، وانزل بالخلطه دي كده. ده البان كيك بالتفاح. تلعميه ليه لاولادك الصبح فطار؟ هيدعوا لك ويشكروكي، ولك تسلم ايدك يا ماما. ونشيل دي كده من هنا، ونقف جنب الفرن بتاعنا الجميل الحلو ده كده، ونشتغل بقى نعمل 20 30 واحده اللي ربنا يقدرنا عليه. العب لسه، هطلعها لك دلوقتي تشوف. انا عايز اقول لما اقول تفاصيل صغيره والمعنى كبير والطعم جديد، الكلام ده بنشوفه من الصورة، والصورة على شاشة القناة الأولى تعني مليون كلمة وليس ألف كلمة. شفت مقدار البانكيك؟ الله. ونقف هنا زي الفل كده، وراناش حاجة بقى لغاية لما مخرجنا يقول لك إيه، خلص الحلقة. أنا هبدأ أشتغل في العجينة بتاعتي، عجينة البانكيك بالشكل ده كده. حلو، اللهم صل على النبي. نشيل دي من هنا كده، وناخد الخليط الحلو ده نحطه كده. العجينه دي على فكره اعملي للاولاد فطار وحطها في الثلاجه، لا التفاح يسود ولا اي حاجه. زي ما انا عملت كده اهو، احتفظ بقى في الثلاجه، بتقعد معاكي 3 ايام تشتغلي منها، خلي بالك. تشتغلي منها لمده 3 ايام زي ما هي كده، فيها التفاح فيها الخلطه اللي انا عاملها، بس اهم حاجه انك تحتفظي بيها في الثلاجه. نار هاديه، حلو قوي. تعالوا نعمل لنا بقى شويه كده واحنا واقفين مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. في مكان بيتباع جريلات صغيره كده للبانكيك، مش بحبها، هي طاسة اهي صغيرة، ما عندكيش الطاسة دي برضو جيبي طاسة عادية خالص. واسيبها على نار هادية واحنا واقفين مع بعض كده. هنقلبها دلوقتي ونشوفها مع بعض، ما وراناش حاجة. حلو قوي. في طريقة تانية، دي صينية لقيتها في طريقي، اللي هي الصينية بتاعت التشيز كيك أو التارت.
عارفينها دي اهي اهي مخرجنا جيبها لي الله يوفقك اهي اهي الصينيه دي اهي عايز اعمل فيها واحده زي الفطيره كده بس استنى عليها تسخن شويه نطلع البيتزا مع بعض عينيا اللهم صل على النبي وانا خلصت الله 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 عايز اعمل واحده هنا نعمل واحده مع بعض هنا سريعا نعمين ما هحطها بس عشان بس انا عايز اوصل فكره وانا عارف متابعيني شطار دي زبده باخد من الخليط بتاعي ده كده وانزل بيه هنا كده بس لازم تكون الصينيه اللي هي صينيه الطرت او التشيز كيك شفت الجو ده كده نوسع كده عشان تبقى رؤيه فطيره دي تستوي ممكن تكملي سواها في الفرن اسمها فطيره التفاح او فطيره البان كيك وارد نشيل دول كده مع بعض نرفهم ونحط عليهم سكر بودر زي حبه تحط عليهم قرفه زي حبه حسب الرغبه اللهم صل على النبي ما خدتش وقت مننا خرجنا الجميل اهو فيها التفاح من جوه اهو فيها الفليفر من جوه اهو نعمل شويه كمان حابب احنا مع بعض زي ما تحب قول لي كمل اكمل عينيا سكر بودر ممكن ترص جنبيها شويه فراوله زي ما انت عايزه ممكن تعملي حاجه لطيفه العب عندنا صوص فراوله يلا عشان بحبك ده وارد تعمل الجو ده بقى بان كيك بالفراوله عينيا الله نعم اختار لك صوص فراوله حاضر يا غالي الاولاد بيحبوا الحاجات دي على فكره صوص فراوله او صوص شوكولاته كده عملنا البان كيك بالتفاح وفي اضافات من صوص الفراوله له او صوص الشوكولاته We'll be right back.